يحصل لي الشرف نكون قدامك، مقام اللي كيعيش منه اي واحد. اسمح لي يا سيدي نعاود لك حكايتي اللي فين تبان قدامها قصة ألف ليلة وليلة. حكاية كتفتح باب العالم شبعان عجايب وغرايب، حكاية عبرة اللي باغي يتعلم درسها وتجنب عقايبها. سميتي فؤاد بن عباس، تزاديت وكبرت في هاد المدينة. الوالد كان تاجر في رحبة الزرع، ولكن انا دوزت حياتي كاملة تاجر ديال التواب الرفيعة. بعت وشريت في حير الشام، كنت الناصر وشارات الهند المطرزة بالذهب. كنت عايش غاني، ما خاصني حتى خير، ولكن قلبي وبالي ما كان هاني. كنت كنشري اي حاجة تشهات خاطري الا راحتي. واليوم انا واقف قدامك، جيبي ما فيه حتى شي درهم، ولكن خاطري مرتاح من الهم. حكايتي بدات نهار مشيت كندور في سوق الذهب والفضة، كنت باغي نشري هدية للتاجر بيني وبينو شي خدمة. من مور ما دوزت نص ساعة ديال الدوران، شفت بلي اكبر حانوت في السوق شدو تاجر اخر. تعجبت حيت داك القنت من السوق غير على الواحد انه يلقى ولا يحل فيه محل، وهادشي اللي دخل لي الفضول نشوف اش من سلعه كيبيع. في كاع الاعوام اللي دوزت في التجاره، عمر عينيا ما شافت سلعه بحال هادي. عند الدخله كنسطر لها بسبع لوايح ديال الفضه، ماكانه ديال الما اللي كضرب كل ساعه، وفرخ الحسنيه مصنوع من نحاس كيغني كل ما داز فيه الهواء. هادشي كان غير شويه من شلة عجب اللي عمرني شفت قبل. كنت ديك الساعه بحال شي دري صغير حال فمو في محل ديال اللعاب، حاير وما عارف شنو يختار. حتى وقف عليه واحد الراجل كبير في السن خارج من باب ديال البيت مورا المحل. قال لي مرحبا بك سيدي في محلي ليلى قد الحال، انا سميتي البشير، ياك ما خاصك شي حاجه نعاونك فيها. وهذا الشيء اللي كنشوف عندك راه تحفه، بعت وشريت مع تجار من العالم كامل وعمرني شفت شي سلعه فحالها. تقدر زعما تقول لي منين جبتيها؟ والله يكبر بك سيدي، لا هاد السلعه ما مشرياش، ولكن انا اللي مصيبها، يا بيدي يا بداكشي اللي علمت الخدامه عندي. تعجبت لهذا الراجل اللي كيفهم في كاع الحرافي. سولت على دوك الالات اللي عنده، وسمعته هو كيهضر لي على علم الفلك، الرياضيات والطب. شحال كبر في عينيا، حتى لقيته فين بدا كيهضر على تجاربه في الخيمياء. ما كانش كيصحاب ليا من النوع ديال الناس اللي كيتشقوا في هادشي. دابا كتقدر تحول معدن عادي لذهب. ايه سيدي كنقدر، ولكن ماشي هادشي اللي كيقلبوا عليه الاغلبيه في الخيمياء. ايوا علاش كيقلبوا؟ كيقلبوا على مصدر ديال الذهب اللي يطلع ارخص من ان الواحد يجبد المعدن الخام للمنجم. بصح الخيمياء كتوصف لنا كيفاش كنصيبوا الذهب، ولكن راه واحد العمليه اللي صعيبه بزاف لدرجه ان الحفير في المنجم تحت من الارض كتبان بحال الحفير في الزبده قدامه. تبسمت وقلت ليها حتى حد ما يقدر يشك في انك راجل قاري ومتعلم، ولكن حتى انا عندي حقي من المعرفه باش نعرف ان هذا العجب ما هو علم. شاف فيا البشير مزيان، هو يقول لي مؤخرا صيبت واحد الحاجه اللي تقدر تبدل رايك، غادي تكون انت اول واحد نوريها ليه. تبغي تشوفها؟ ايه الله يا ودي يحصل لي الشرف. واخا يلا تبعني. تبعته البيت اللي كيخدم فيه، ورشه كانت شبعانه ماكينات، ما قدرش نعرف الخدمه ديالها، والبشير حتى وفاتهم كاملين بلا ما يشرح ليا ولا يشوف فيا. وصلني حتى لواحد الخشبه عريضه وواصله في العلو حتى للستر، عليها كان محطوط واقف كادر مدور ديال المعدن، كادر غليظ والفتحه ديالو فيها جوج شبوره تقريبا. اللون ديال المعدن كان كحل فحال الظلمه، ولكن كان كبري بحال شي مرايه. وقف البشير قدام الفتح ديال الدواره وطلب مني نوقف في الجنب ديال هو يقول لي شوف مزيان ورد البال. دخل البشير يده من الجهه اليمنيه ديال الدواره، ولكن ما خرجتش من الجهه الاخرى، بالعكس كانت فحال اليد تقطعات من المرفق. حرك الطرف الباقي الفوق والتحت، ومن بعد خرج لي الصينة كيف ما دخلت من الاول. ما كنتش معول انه راجل متعلم لهاد الدرجه غادي يدير لي خدعه ديال السحر، ولكن راه بصح كانت متقونه. رجع خطوه اللور هو يقول لي دابا تسنى شويه. ما جا فين يكمل هضرته حتى خرجت من الجهه الاخرى ديال الكادر درع بوحده بلا حتى شي حاجه من موراها. الكم اللي فيها كان فحال الباس ديال البشير، شويه اللي تحركات الفوق والتحت وبقات كترجع من الكادر حتى غبرت بالمره. داكشي اللي دار في الاول كان كيسحب لي غير خدعه سحريه، ولكن دابا تعجبت كيفاش يكون دار ليها، بالخصوص انه لا الخشبه التحتاني ولا الكادر عرض بما فيه الكفايه باش تخبي وسطها شي حد اللي يكون هو اللي خرج يده. شافني متعجب ويقول لي هادشي اللي كتشوف فيه ماشي غير خفات اليد، الجهه اليمنيه ديال الكادر كتسبق لي صريه في الوقت بتواني، باش دوز من الوسط ديال الكادر راه فحال كتنقز هاد المده بالخف. ما فهمتش شنو بغيتي تقصد. اصبر واحد شويه انا غنعاودها لك مره اخرى باش تفهم. مره اخرى دخل درع وسط الكادر وعاود ثاني غبرات، هاد المره هو كيتبسم، بان الدرع ديالو فحال كتجر شي حاجه. من بعد خرج دراعه وقرب لي يده وهي محلوله، وسطها كان خاتم اللي عرفته ديال من. او هذا خاتمي، قلبت يدي باش نتاكد. الساعه لقيت الخاتم مازال كاين في بلاصتو. كيفاش درتي حتى دغيا صيبتي عليه نسخه متقونه؟ لا لا
هذا نيت هو خاتمك الحقيقي، غير صبر شويه وغادي تفهم. وعلى نفس المثال اللي سبق، خرجت الدرع من الجهه اليسريه. هذه المره حلفت حتى نعرف القالب ديال هذه الخدعه، نقص عليه دو شديتها، ثم عرفتها انها يد حيه، عروقها كيضربوا بسريان الدم السخون. جريتها باش نشوف شنو كاين من مورها، ساحه حلفات اللي بغات تخرج. انا نجر وهي تجر، انا نجر وهي تجر، حتى بالخف طرات لي الخاتم من صبعي وغبرات من جات. هي خاتم مشى ليا. لا سيدي، حتى شي حاجه ما مشات لك، خاتمك هو هذا اللي في يدي. هاك شد وسمح لي مره اخرى على الجران ديال القبيله. رديت الخاتم في بلاصتو وقلت قول لي كيفاش كان عندك الخاتم قبل ما يتخاد من يدي؟ ما جيت فين كمل سوالي حتى خرجت الدراع من الكادر، ولكن هذه المره خرجت من الجهه اليمنيه. جاتني عجب ديال من هاد اليد، غير من الكم اللي بنفس اللون الباس البشير عرفتها ديالو، ولكن انا ما شفتوش قرب حدا الكادر. تفكر مزيان شنو قلت لك قبيله، الجهه اليمنيه كتسبق للسريه في الوقت غير بشويه. مشى للجهه اليسريه ديال الكادر، دخل يدو غبرات مره اخرى. سيدي انا متاكد انك فهمتي شنو طرا، وحتى انا ديك الساعه عاد فهمت، اي حاجه طرات في الجهه اليمنيه ديال الكادر كتكمل تواني من بعد في الجهه اليسريه. ياك ما هادشي سحور؟ لا عمرني تلاقيت شي جن، وكون حتى شفتو ما كنتش غادي نطمن ولا نثق فيه باش يقضي لي داكشي اللي باغي. هادشي اللي كتشوف فيها سيدي هو باب من بيبان علوم الخيمياء. ومن هنا بدا كيشرح لي البحث ديالو في نسيج الواقع، كيفاش اكتشف فيه ثقب دودي صغير وقدر يوسعو كيف ما كيتنفخ في الزاج باش يزيد يكبر. هكا ولا الزمان كيجري فيه فحال الماء، جهه كيسيل فيها بالخف وجهه ثقيل فيها فحال العسل. في الصراحه من هضرته ما فهمت حتى شي كلمه. الحاجه الوحيده اللي قدرت نجاوبو بها ديك الساعه، تبارك الله عليك، هادشي اللي درتي ما كيدخلش للعقل. الله يكبر بيك، ولاني هادشي راه غير البدايه ديال شنو كنت باغي نوريك في الاول. طلب مني مره اخرى نتبعو، وصلنا لبيت اخر وسط كادر ديال الباب مصنوع من نفس المعدن الكحل المصقول. اللي شفتي قبيله هو باب ديال التواني، اما هذا اللي قدامك هو باب السنين. المده اللي كتفرق ما بين جوايه بزوج ماشي عام ولا عامين، ولكن 20. الله يسمح لي، تفكيري في ديك الوقيته كان محدود. تخيلت المنظر ديال واحد كيدخل دراعه من جهه وكيتسنى 20 عام باش تخرج من الجهه الاخرى. ملي قلتها لبشير شداتو الضحكه. ايه حتى هذا نظر، ولكن انا بغيتك تفكر في شنو يقدر يوقع الا دزتين تمنو كامل. وقف في الجهه اليمنيه، شير عليا بصبعه باش نقرب لحدا اكثر، ونعت ليا باش نشوف الفتحه ديال الباب. ملي طليت بانوا ليا شي مخاد وزرابي من الجهه الاخرى ديال البيت، ولكن كانوا مختلفين، فحال بيت اخر على هذا اللي واقف فيه. البيت اللي كتشوف فيه دابا هو نيت هذا، ولكن بعد 20 عام. مازال ما متيقش عينيا، كيجي بيا الله فحال شي حد عطشان ولكحان وهو كيشوف في سرابة الما وسط الصحراء، كيتمنى يكون حقيقي، ولكن خايف غير يقرب ليه ويخبر. وكتقول باللي نقدر ندخل منه. أييه تقدر، غير تخطو وسط الباب غادي تلقى راسك في المدينة 20 عام في المستقبل. تقدر ديك الساعة تقلب على راسك، تهضر معاه وتسول على أي حاجة طاحت لك في البال. ملي تكمل وتسالي ترجع من نفس باب السنين لوقتنا الحالي. إيوا وفايت ليك دزتي من الباب حتى أنت. ماشي غير بوحدي، ولكن بزاف ديال الكليان، رجال منهم ونسا. ولكني قلت يا قبيلة بلي أنا أول واحد غتوري هاد العجب. إي هاد الباب، ولكن شحال هادي كان عندي محل في القاهرة تما فين صيبت أول باب السنين. ديك الساعة بزاف اللي وريتو ليهم واستعملوه. إيوا وشنو تعلموا من هضرتهم مع ريوسهم ديال المستقبل؟ كل واحد فيهم خرج من باب السنين بدرس مختلف. إلا كنتي باغي تعرف نقدر نعاود لك حكاية واحد منهم. البشير بدا كيعاود لي الحكاية، ولكن يا سيدي مسالي غنعاودها لك حتى أنت دابا. حكاية الحبال المزهر. كان زمان شاب سميتو حمان، صناعي حبال، دخل من باب السنين باش يشوف القاهرة من مور 20 عام وشنو طرا عليها من تحسين. ملي وصل تعجب كيفاش طورات المدينة، وهو كيدور في باب الزويلة وسط حلاقية السيوفة والتعابين، وقف عليه شواف. تبغي تعرف شنو غادي طرا في المستقبل؟ تبسم حمان وجاوبو، لا 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 عارف، ما محتاج تضرب الفال. ضروري زعما تبغي تعرف واش كيتسناك شي رزق ولا شي مال؟ ومنين غادي يجيني وانا غير حبال؟ ومالنا اخويا على هاد الفال؟ واش عمرك سمعتي بهذاك اللي بدا بنفس هاد الصنعة ودابا ولا تاجر مشهور؟ عالي الشان، الحبال حمان. حمان ملي سمع هاد الكلام دخلو الفضول، نهار كامل هو في المدينة كيدور، واللي لقاه كيسولو على هاد التاجر المشهور، حتى وصلوا لحومة أغنياء التجار. قدام احسن واكبر دار، دق في الباب وحل عليه الخدام، وصلو حتى لواحد الجلسه كبيره وسطها نافوره، وطلب منه يريح ويرتاح بما يعيط على مول الدار. اش منك يا فضه وذهب ورخام؟ حمان هو كيدور عينيه في هادشي، حس بلي هذا ما هو مكانه وغير بغى ينوض في حاله. سمع اخيرا انت هنا، على سلامتك كنت كنتسناك. كتسناني؟ هو معلوم حيت شحال هادي حتى انا زرت نسختي في المستقبل كيف ما زرتيني انت دابا. ايوا راك عارف مع الكبار وداكشي ما بقيتش عاقل على النهار بالضبط،
يلا هاجي معايا نتعشاو. بزوج ريحو في طابله عامره شهاوي اللي عمر حمان ما دقها ولا حتى شافها، خروف مشوي، دجاج معمر بالفستق، كاع انواع الفواكه والحلاوي. حمان الكبير في السن بدا كيعاود لي على حياته، هضر لي على التجاره اللي خدام فيها، ولكن ما قالش لي كيفاش تحول من حريفي حبال لتاجر غني. قال لي باللي راه مزوج ولكن باللي مازال ما جاش الوقت باش يتلاقاها. من بعد سول على الزبايا اللي كان كيدير في الصغر، شحال فرح وضحك هو كيتفكر ذكريات الزمان المنسيه. في الاخر حمان الشاب سولو، كيفاش درتي حتى وصلتي لهذا المقام واللي عندك هذا الخير كامل؟ اسمع، الحاجه الوحيده اللي نقدر نقولها لك دابا هي ملي تكون غادي تشري القنب من السوق ما تمشيش من الجهه اليسري ديال الطريق كيف ما موالف، سير من الجهه الاخرى. وزعما هكا غادي على مقامي؟ غير دير داكشي اللي قلت لك وكون خير ان شاء الله. دابا سير لدارك، راه تبعاك الخدمه، ملي غادي يجي الوقت باش تصورني راه غادي تعرف. حمان رجع للزمان اللي كان عايش فيه ودار كيف ما تقال لي، يمشي من الجهه الاخرى واخا تكون الشمس حاره وداك الجما فيه ضليله. من مور ايام قليله حضر لواحد القيعه، عاود جاهل كيجري ما يعقل، يعفط في الخطر واليابس في الحي والجامد، غير وكان حدو غير الجهه اللي صري ديال الطريق. حمان حمد الله حيت خرج منها السالم ودعا بالشفاء والرحمه للناس المضروره. لغد ليه دخل من باب السنين ومشى عند راسو وسولو، وانت وقعت لك شي حاجه ملي داز العود؟ لا، نجاني الله حيت سمعت هضرت لي كبر مني ملي زرته. ما تنساش انا وياك راه واحد، مستقبلك هو ماضيه، داكشي اللي كيطرى لك دابا راه فايت فيا. من ديك النهار اللي قالها لي كيطبقها، ما بقاش كيشري البيض من عند البياع اللي موالف وهكا ما مرضش كيف كاع الناس اللي شرات البيض الفاسد، شرى القنب بالزايد وعلى تيساع وهكا خدم على خاطرو في الوقيتة اللي الصنيعية الاخرين بقات بلا خدمة بسبب التعطى ديال القافلة اللي جايبة السلعة. بسبب كلام حمان ديال المستقبل قدر حمان الشاب يتجنب شلام صايب، ولكن واخا هكاك بقى دارو راسو، علاش ما بغاش يعاود ليه الحوايج المهمة؟ بمن غادي نتزوج ولا كيفاش غادي نولي غني؟ واحد النهار من مور ما باع كاع القنب اللي صيب ورجع بسرعة عامره فلوس، حمان تصطح مع واحد الدري صغير في السوق، ملي فات وقلب حوايجو ما لقاش السره، ما جا فين يدور ويغوت شفار شفار حتى لقى الدري دار من واحد الزنقه وهرب. يلا قدر يرد البال غير اللباس ديال الدري اللي كان مشرق من المرفق. حمان تصدم، كيفاش طرات ليه هاد الواقعه؟ واخر مره تلقى مع حمان في المستقبل ما قال لي والو عليها، تما طلع لي الدم وسعر، بدا كيجري في الزناقي والدروبه كيقلب على الدري مول الكم المقطع. ملي لقاه مخبي تحت الكروسه ديال الخضراء شنق عليه، الدري مسكين تخلع ملي سمع القضيه فيها الحبس، لاح السره وبدا كيبكي. في ديك اللحظه حمان شاف وجه الدري مده طويله وتنهت وخلاه يمشي في حاله. الغد لي ملي مشى عند حمان في المستقبل سولو، علاش ما علمتنيش بالسرقه؟ واش ما عجباتكش التجربه؟ يلاه كان غادي يقول ليه لا، هو يتندم مع الحال. في الصراحه حمان الشاب كان عاجبو الحال وكيجري في الزناقي، ما عارفش واش غادي يلقى الدري ولا لا. داك الاحساس الزوين اللي كيخليك متشوق تعرف شنو غادي يطرى من بعد، احساس اللي مش حال هادي ما حس به حمان. وملي شاف البكا ديال الدري الصغير تفكر التعاليم ديال الرسول صلى الله عليه وسلم على قيمه المسامحه والعفو عند المقدره، داكشي علاش خلاه يمشي. وكنتي باغي نحرمك من هادشي؟ كيف ما حتى كنكبروا عاد كنفهموا عادات اللي كانت كتبان لينا في الصغر بلا فايده. حمان فهم القيمة ديال المعلومة ماشي غير في أنك تقولها، ولكن بعض المرات حتى في أنك تخبيها. لا عندك الصح، مزيان ملي ما قلتي لي والو. ملي شافو فهم الدرس مزيان حمان الشارف قال ليه، دابا حل ودنك مزيان حيت غادي نقول لك كلام مهم، كري عود وغادي نعت لك واحد المكان خالي جنب المدينة، تما وسط الجر غادي تلقى واحد الشجر اللي ضاربها البرق، تحتها قلب على أثقل حجرة، قل لها عن بلاصتها وحفر تحتها. ولكن علاش غادي نحفر بالضبط؟ غادي تعرفوا ملي غادي تشوف. وداك الشيء نيت اللي دار الغد ليه، كرا عودان ومشى لنفس داك المكان وبقى كيقلب حتى لقى الشجره المقصوده وتحتها عامر حجر، وبقى كيقلف كل حجره ويحفر، وملي ما كيلقى والو كيدوز لي من موراه هو كينقر، حتى في الاخر فاسو ضرب شي حاجه من غير الحجر والتراب، وملي قلب لقى صندوق ديال النحاس عامر ذهب ومجوهرات عمرو شاف في حاله من قبل، طلع الصندوق فوق البردعه ورجع في حاله للمدينه. المرة الجاي ملي هضر مع راسو في المستقبل سولو، كيفاش عرفتي بلي الكنز كان تما؟ قالها لي راسي الشارف ملي تلاقيتو شحال هادي، كيف ما عرفتي حتى انت مني دابا، ولكن كيفاش عرفنا هاد البلاصة بالضبط؟ هادي ما عندي لها شرح من غير انها المشيئة ديال الله سبحانه وتعالى كيف اي حاجة في هاد الدنيا. هذا رزق من علي الله به، يا ربي نكون قد هاد الامانة ونقدر ندير بها الخير ونوصلها للناس المحتاجة. امين. هادي غادي تكون اخر مرة نتلاقاو ولا نهضرو فيها، من دابا القدام حياتك بين يديك انت، قلب على طريقك براسك، يلا مع السلامة. حمان الشاب رجع في حاله لزمانه، وبالفلوس اللي لقى طور صنعته،
شرى بزاف ديال القنب وخدم معاه ناس يعاونوه، وهكا بدا كيربح مزيان من الصنعه ديال الحبال. سهل عليه الله عاوتاني وكمل نص دينو. كانت مرا زوينه وذكيه، وبشوارها ونصايحها بدا كيتاجر في سلاعي وحدين اخرين، حتى كرم الله ولا تاجر مشهور عالي الشان الحبال حمان، معروف بالكرم وكل شي في المدينه كيحترمه، كيصدق على المسكين وما كيردش المحتاج. وهكا حمان دوز حياته كيسخر في الامانه اللي جاتو، حتى دمو الامانه امانته.